أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنقرأ دلوقتي أهم المقالات، أهم العناوين وكيفية تعاطي الصحف الصادرة لصباح هذا اليوم مع المشهد بالكامل في مصر. ومعانا لقراءتها ضيفنا وضيفكم الأستاذ سالم وهبي، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ بحضرتك. سالم، أهلا. هنبدأ بلجنة الخمسين. طبعا لجنة الخمسين أخبارها في كل مكان وفي كل الجرائد، والحديث الدائم عن أزمة المادة 219 بكل ما فيها من تفاصيل. صحيح. الحقيقة انه في عناوين متضاربة النهاردة. في المصري اليوم بتقول الخمسين بتعبر أزمة المادة 219 وبتصطدم بالشورى، والجيش بيتمسك بمادة المحاكمات العسكرية دون تعديل، والوطن بتقول في عنوانها الرئيسي موسى يفشل في إنهاء أزمة المادة 219 بعد اجتماعه مع ممثلي الأزهر والنور، على عكس ما قالته المصري اليوم. جدير بالذكر أن احنا تكلمنا مع الدكتور كمال الهلباوي في بداية متابعتنا الإخبارية، ومع الأستاذ محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين وعضو أيضا لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين، وقال أنه في فعلا انفراجة. ودكتور كمال الهلباوي أكد على كلام محمد عبد العزيز بأنه في راجع نتيجة خطوات كثيرة بتأخذ الفترة دي داخل لجنة الخمسين لتخطي الأزمة، ويمكن في تصعيد في المشهد إعلاميا، ولكن الأمور بتسير على ما يرام، والأيام اللي جاية هيكون في تصريحات خاصة بعبور أزمة المادة 219. ده اللي قاله دكتور كمال الهلباوي في مداخلته الهاتفية معنا والأستاذ محمد عبد العزيز. وأكد كمان أنه مفيش صدام خاص بوجود مجلس شورى أو إلغاء مجلس الشورى زي ما الأخبار بتقول. تعقيب حضرتك. يعني الحقيقة أنا شايف أنه أولا الخلاف شيء جيد، والدستور أنا أعتقد أنه لازم، يعني لا نتركه فقط للجنة الخمسين. يعني الحقيقة واضح أنه هناك أمور يجب أن نرجع فيها للأفراد العاديين، للشعب، لكل فئات الشعب. إحنا النهاردة في بعض الفئات بتعترض أنها لم تشارك في انها يتخذوا رايها في الدستور. يعني المحافظ البنك المركزي بيقول ازاي ما يمثلناش حد. في فئات كثيره الحقيقه كان يجب ان تمثل، وبالتالي لما يكون في خلاف على اي ماده يجب ان نعود مره اخرى الى الناس. الدستور الدستور ده هينظم حياتنا لمده عشرات السنين القادمه. فانا اعتقد انه الماده 19 ليس كما يقال في انه تم الانتهاء من الخلافات، لا زالت الخلافات موجوده، لا زال هناك خلافات حول مسألة المحاكمات العسكرية. الناس من جوه اللجنة بتقول انه في انفراجة قريب هنتكلم عنها، وانه في اجراءات وخطوات بتؤخذ علشان يتم حل الموقف. الانفراجة تعني ان هناك لازال خلاف موجود. يعني في وجهات نظر. لا هم انكروش ان في خلاف يعني طبعا. ودي مسألة واضحة يعني. وبعدين حتى الرئيس نفسه عدلي منصور لما قعد مع يعني السيد عامر موسى، يعني اعتقد ان الموضوع لازال يحتاج الى مناقشات اكثر، ويحتاج الى ان احنا نعود مرة اخرى يعني ليس فقط لرجال القانون، ويجب ان نعود مره اخرى الى يعني جميع طوائف الشعب. وانا اعتقد يعني سريعا يجب ان يطرح هذا الموضوع للنقاش العام، ومجموعه فئات معينه تشارك فيها، ونصل الى يعني الاغلبيه، لانه لن يحدث نوع من التوافق التام على هذه. نشوف الاغلبيه عايزه ايه، ويعني ناخذ بهذا الراي. ويجب ان يكون هذا هو المعتاد في كل هذه المسائل. فيما يتعلق الحقيقه بالمحاكمات العسكريه، احنا مش عاوزين نبدي براينا في هذا الموضوع، لكن انا اعتقد ان الجيش محق في فكره ان يكون كل ما يتعلق بالجيش يجب ان يكون هناك محاكمه عسكريه. ازاي بقى يا فندم؟ يعني في امور تتعلق بالنواحي العسكريه يقوم بها مدنيين. هو يعني الخلاف على انه هل يتم محاكمتهم عسكريا ام مدنيا. المحاكمات العسكريه سريعه، تتعلق بمساله الامن القومي، تتعلق احنا يمكن ندي بعض الضمانات الاخرى، مثلا مثل مساله الاستئناف او اعاده مناقشه الموضوع مره اخرى، او اعطاء مزيد من فترات التقاضي. لان يعني الاحكام العسكريه بتبقى قاطعه و يعني لا يتم استئنافها. هل لانه في استهداف انتقامي لمواقع وافراد الجيش في الفتره الحاليه؟ لا، ده بشكل عام. يعني المسائل العسكريه يجب الحقيقه انها تكون حاسمه تماما. وانا اعتقد يعني انا مش دارس الجيوش الاخرى بيتم التعامل معها ازاي، لكن انا اعتقد المسائل العسكريه مسائل تتعلق بامن الوطن، تتعلق بامن مصر بشكل عام، وانه يجب ان يكون فيها نوع من الحسم. في مدنيين بيتعرضوا للمسائل العسكريه، ما نتركش هذا يعني المحاكمات المدنيه اللي احنا زي ما بنشوف بتقعد سنتين وثلاثه احيانا، وده نوع من العدل. يعني زي ما بيقولوا العداله الناجزه مهمه، لكن ايضا يجب ان تكون في نفس الوقت بقدر ما هي منجزه، بقدر ما هي عادله ومنصفه. ما ينفعش ان احنا عشان نسرع في اتخاذ الاحكام ان احنا يكون هذا على حساب المتقاضين. فانا اعتقد القضاء العسكري يعني يجب ان يكون لديه بعض الصلاحيات فيما يتعلق بالامور العسكريه.
حتى اذا كان هيقوم بها مدنيين مش فقط عسكريين، المدنيين ايضا الذين يعني يقومون ببعض الأعمال العسكرية يجب أن يكون هذا أمام. على ذكر الاجتماع اللي حضرتك أشرت لي، اجتماع الرئيس عدلي منصور مع هيئة مكتب اللجنة واللي عقد فيه الرئاسة، قيل من خلال المشاركين في هذا الاجتماع أنه في تمسك من قبل المؤسسة العسكرية بالإبقاء على المادة دون تعديل، ومن ضمن الأسباب أنه يعني موجودة هذه المحاكمات العسكرية ومطبقة فعلا في عدد من الدول الديمقراطية. صحيح. ده صحيح. ده صحيح. أنا الحقيقة مش منحاز لفكرة المحاكمات العسكرية بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بالنواحي العسكرية أنا أعتقد أنه يجب أن بالفعل تكون حازمة وحاسمة وقاطعة، لأنه أمن مصر أمن الوطن. إحنا شايفين الأحداث اللي بتتم دلوقتي ليس فقط في مصر ولكن أيضا في المناطق المحيطة بنا، شايفين سوريا وليبيا وكثير من دول المنطقة يعني بتعاني معاناة شديدة جدا نتيجة ليمكن أحد أسبابها هذا التباطؤ والمحاسبة لمن يقوم بمثل هذه الأفعال. مركز إعداد القادة يعني بقالنا كده ساعة بننقل منه كلمات خاصة بعدد من الأساتذة والشخصيات العامة اللي شاركوا، الدكتور أحمد يوسف أحمد مسيرته العلمية، وبيتحدثوا عن ذكرياتهم مع الدكتور أحمد يوسف في محفل لتكريم قامة من قامتنا العلمية. خلينا نسمع دلوقتي الدكتور علي الدين هلال وهذه الكلمة ونرجع ونستكمل الجولة الصحفية. وعلى مدى نصف القرن السابق تزاملنا ترافقنا في رحلة حياة، كنت دائما أتابعه وأراقبه، وصورته عندي يعني تتراوح بين ثلاث كلمات: الكلمة الأولى الباحث العالم المدقق، الكلمة الثانية الفارس، الكلمة الثالثة وربما تفاجئ بعضكم المؤمن المسلم المؤمن. وعندما أتأمل سلوكه ويجمع بين سلوكيات المسلم المؤمن المؤمن الفارس الباحث المدقق، وأريد أن أقول كلمات بسيطة في كل منها. هو باحث مدقق إنما يتمتع، هناك كثير من الباحثين المدققين، إنما يتمتع أحمد يوسف أولا بتفكير علمي منطقي، بترتيب للأفكار، عندما يطرح حجة أو رأي يطرحه في شكل مسلسل منطقي. هو لا يكتفي بالقراءة مهما اتسعت، وإنما يهضم هذه الأفكار ثم يطرحها مرة أخرى بطريقته. الاتفاق الفكري، فهو لا يردد مجموعة معارف متناقضة. الفارس النبيل في ترفعه على صغائر الأمور، من الصعب جدا أن تستفزه لكي يدخل معك في معركة صغيرة. نأى بنفسه عن المعارك التي وصفها أحمد بهاء الدين مرة بأنها معارك المنتصر فيها والمهزوم سيان. اختار ما هي المعارك التي يدخلها، وعندما خاضها بأخلاق الفرسان. لم يحدث أن كتب مقالة تضمنت إساءة لأشخاص أو تجاوز على الأعراض أو هضم لحقوق الآخرين مهما كانت قسوة النقد الذي يمارسه للأفكار والاتجاهات الأخرى. مارس النقد وأحيانا بقسوة وبعنف
ولكن دون أي خروج عن قواعد الأخلاق واحترام الآخرين واحترام آراء الآخرين. ونجح دائما أن يفصل بين الرأي وصاحب الرأي، يعارض الرأي، ينتقد الرأي، ولكن لا يمس صاحب الرأي بسوء، لأن هذه هي أخلاق الفرسان. المؤمن يعني إذا أردنا بعيدا عن المفاهيم، آسف لأقول الراجئة الرائجة للدين، والتي حولت الدين إلى مجموعة من الطقوس والأشكال الخارجية، هو بعيد عن هذا كل البعد. لكن إذا فهمنا الدين في جوهره الحقيقي، الدين هو المعاملة، الدين هو التواضع، من تواضع لله رفعه. يتسم أحمد يوسف بكل أخلاقيات المؤمن. أنا قلت المؤمن المسلم، لكن أقول أيضا المؤمن المسيحي والمؤمن اليهودي، لأن جوهر الأديان واحد وأخلاق الأديان واحدة: التواضع، عدم التكبر أو التجبر، الرحمة، التواصل، مساعدة الغير، الإيمان الصوفي بأن هذه دار انتقال، ولكنها دار انتقال نعمل فيها ونكافح طالما أننا أحياء لإعلاء كلمة الحق وكلمة الحرية وكلمة العدالة على الأرض. لكن نتذكر دائما أن هناك دار بقاء أخرى. يعني يستطيع الإنسان أن يتحدث كثيرا عن مفهوم المؤمن في أخلاق، في سلوكيات، في تصرف. لذلك أحبه الناس. يعني أعتقد أغلب الناس اللي أحبوه ما أحبوش لأشياء ضخمة، لمبادئ كبرى، أحبوه لأنه وجدوا فيه إنسانا، إنسانا رحيما، إنسانا خلوقا، إنسانا عطوفا، إنسانا تقترب منه بيسر، تتعلم منه، يستمع إليك. لذلك أحبه الناس الذين يتفقون معه في الرأي، والذين ربما يختلفون معه في الرأي أيضا. أنا ذهبت إلى اليمن عام 2007 فزرت جامعة صنعاء، فيسألون ويتحدثون عن شخصين: عبد الملك عودة وأحمد يوسف أحمد، ويتابعون أخبارهما. طبعا دكتور عبد الملك عودة هو أستاذنا، أستاذي أنا وأستاذ أجيال بأكملها، وكان حريصا يا أحمد أنه يتصل بي صباح اليوم، وقال لي: أنا قريت مقالة أسامة الغزالي حرب، وقريت الخبر اللي منشور، قل لأحمد أن أنا كنت أتمنى لو كانت صحته تسمح أنه يشارك، لكن بلغني أن أنا أنقل إليك تحياته، دعواته ودعواتي ودعوتنا كلنا أنك تذهب وتعود إلينا سالم غانم إن شاء الله. بتصور انه هذا الحجم من الخبرات والاساتذه في المجالات العلميه والسياسيه والاعلاميه ايضا لم يجتمعوا بهذا الشكل في السنين اللي فاتت دي. المحفل الخاص لتكريم الدكتور احمد يوسف احمد الحقيقه محفل مهم جدا. الكلام اللي بيتقال فيه من قبل كل شخصيه بتحضر النهارده لتكريمه له معاني كبيره جدا، ليست فقط معاني خاصه بالوفاء
الوفاء لمسيرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، ولكن فيها تكريم للعلم ولقامات العلم بشكل عام في هذا التوقيت الهام والدقيق اللي بتمر به مصر، واللي بنشوف فيه تجاوزات على قامات في مجالات مختلفة من بينها ومن أهمها قامات في مجال العلم. الحقيقة أنه وجود هذه الشخصيات الكثيرة وبهذه الكثافة النهاردة في مركز إعداد القامة بيعطي للدكتور أحمد يوسف أحمد حق، يمكن مركز إعداد القادة عفوا بيعطي للدكتور أحمد يوسف أحمد حق يمكن لم يأخذه طوال مسيرته. ممكن يكون ده جزء كان يستحقه في السنين اللي فاتت اللي قدم فيها الكثير للمجال العلمي. هرجع مرة تانية للأستاذ سالم، ومش عارفة يمكن لحضرتك تعقيب على المشهد في مركز لخصتي إعداد القادة. لخصتي يعني المكان يجب أن يحصل للدكتور أحمد يوسف. الدكتور أحمد يوسف الحقيقة من القامات المهمة جدا ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية كلها، واستطاع الحقيقة بعلمه أنه يعني يقدم لمصر وللمنطقة العربية أبحاث في غاية الأهمية، وبالفعل لم يحصل على حقه الذي يستحقه من ناحية العلمية. يعني أنا أعتقد أن كثيرين أقل منه قيمة حازوا على مناصب بالضبط، حصلوا على مناصب وعلى مراكز وعلى أشياء كثيرة جدا. هو كان من تواضعه الشديد، ودي سمة العلماء الحقيقة، يعني لم يطالب على الإطلاق. يعني كل من يعرفه يعرف أنه إنسان ودود ويعني إنسان محترم جدا للغاية. ندعو له بالشفاء والعودة إن شاء الله، لأن مصر محتاجة لكثير من أمثاله، وواضح من يعني الإجماع من زمايله ومن يعني هو طبعا هم كلهم دفعات واحدة، لكن واضح أن هناك إجماع الدكتور أحمد يوسف ليس فقط من الذين تعاملوا معه من الإعلاميين ومن الشعبيين، ولكن أيضا من زملائه، أنه إنسان يعني أقل ما يقال عليه أنه محترم أخلاقيا وعلميا. واضح أنه كمان يعني في انتباه أحيانا كثيرة لشخصيات ثرية في المجتمع المصري، ولكن بتكون متأخرة. فاصل ونرجع ونستعرض صحافة النهاردة.